عرفوا كيف تكون التجارة مع الله عز وجل، فهنيئا لمن ساهم وشارك في إتمام هذا العمل. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. نحييكم أيها الأحباب، ومعنا من قراء الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك ابنكم البار، الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيده من حبكم وتوقيركم واحترامكم له، وأن يزيده بكم برا ووفاء وإخلاصا إن شاء الله. معنا من علمائنا الأفاضل الأجلاء، نجم الإعلام والفضائيات في الإعلام العربي والإسلامي، الصديق العزيز والأخ المحترم فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي، أسأل الله له دوام التوفيق والمحبة في قلوب العباد إن شاء الله. أما عن مبتهلنا الليلة فهو محبوبكم ومعشوقكم كروان المبتهلين العمدة، فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسين. بس وصوه عليا شوية الله يخليك، لأن اللي يرضى عليه اللي يرضى عنه الشيخ علي الحسين يبقى هنيئا له. نحييكم أيها الأحباب، واسمحوا لنا أن نرحب نيابة عن حضراتكم بضيوفنا في هذه الليلة، حيث معنا الليلة إن شاء الله ليسوا ضيوفا ولكنهم مضيفون في هذه الليلة، فضيلة السيد اللواء أحمد يحيى عبد السلام عضو مجلس الشعب، والسيد اللواء محمد سلامة الجهري عضو مجلس الشعب، ومعنا من علماء الأوقاف الشيخ رضا إبراهيم سعد نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وجهد مشكور في التواصل معنا لإقامة هذا الحفل الأستاذ محمد نصار وكيل معهد شبرا اليمن الإعدادي، فجزاه الله خيرا. أيها الأحباب الكرام، إنها أوقات نقضيها لله سبحانه وتعالى، نلتف مع حضراتكم حول مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب الله، ونتدارس سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلنا يحسن الظن بربه، فنحن مأمورون بأن نحسن ظننا بالله عز وجل. ظننا بالله أن ينزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته، وأن تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا الله في من عنده. احتفالا واحتفاء بافتتاح هذا الصرح، هذا البيت العامر، المسجد الكبير بقرية كفر شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية، والذي أقيم على مساحة 600 متر، وبه مصلى للسيدات ملحق بالمسجد، وقد أقيم على نفقة وبالجهود الذاتية لأهل هذه القرية، فجزاكم الله خيرا جميعا وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. هيا بنا أيها الأحباب نستهل هذا اللقاء الإيماني الطيب بخير الكلام وأطيبه، بالقرآن الكريم مع منهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية، آيات الله سبحانه التي إذا تليت على عباده المؤمنين وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن أيها الأحباب غذاء للأرواح، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نبقى مع غذاء الأرواح مع القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا قارئنا الليلة فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. ماشي تمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر باسمكم ونرحب بكم إن شاء الله إذاعة القرآن الكريم أستاذ فوزي عبد المنصور وفضيلة الدكتور الشيخ شحات العزازي والشيخ علي الحسيني، نشكرهم على أن أتوا إلينا كي يشاركونا الفرحة، ومبروك لنا ولكم جميعا يا رب، يتقبل الله منا صالح الأعمال. اللهم آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين عند الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنة Yeah.
خالدين فيها أبدا. إن الله عنده بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. لا أقسم بها وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في خلاص بقى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين اصبروا بس معلش اصبروا ما تستعجلوش على اصبروا كله ان شاء الله تشرفوا اهلا وسهلا اهلا نكرهوا زي ما قالوا استاذ فوز عايزين نركز ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما حاضر 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 ما تخناش يا رب عمال رايح جاي ما تهدى بقى كده ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت صلي على سيدنا النبي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت حلو كده قوي معلش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة وآياته كلما قال المدى جدد يزيلهن جلال العد والقدم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين هكذا أيها الأحباب استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة
تلاها علينا ومتعنا بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. كانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب، رحاب المسجد الكبير بقرية كفر شبرا اليمن مركز زفتة بمحافظة الغربية.